ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده انا يعني ما افتكرش اخر مره انا حطيت فيديو على النت كان امتى، ما افتكرش، مش عارف ليه. انا قررت ان انا اعمل فيديو، والحمد لله في حاجه جميله النهارده بعملها. انا النهارده شغال 5 ساعات، وبكره برضو 5 ساعات. النهارده الجمعه، مش عارف انا هقول تقرير صحفي ولا ايه. 14 فبراير عيد الحب، انا بشتغل في عيد الحب، ما عنديش حاجة اعملها تاني. في حاجات هنا لطيفة انا هحاول اصور لكم يا جماعة، بس انا اديكم بس الفكرة. انا دلوقتي موجود في مكان اسمه مالتي بروبوز، مش عارف ستاديوم ولا حاجة زي كده. المكان ده مخصص للكاوبويز او للايفنتس اللي تبع ميسيسيبي او هاتسبرج. النهارده انا موجود عشان اشتغل شغل تطوعي فولنتيرنج لمده 5 ساعات النهارده و5 ساعات بكره في المكان ده. فببساطه هو عارفين الجماعه الحاجات القديمه بتاعت الكاوبوي اللي هو يبقى راكبين، مش عارف هو في تقريبا دي تران، تقريبا انا متاكد ان دي تران. هيبقى في حاجات يعني شغل كاوبوي كاوبوي، يعني في حاجات عايز اوري، انا هوريكم المكان دلوقتي. في حاجات تانية انا لسه واخد بالي، في صوره اي سي دبليو لايف، لو حد بيحضر مصارعه عنده فكره عن الاي سي دبليو، في صوره للاي سي دبليو كان في عرض في 2006، 7 اكتوبر 2006، فهوريكم دلوقتي الصور. ادي صوره الاي سي دبليو 2006 كينج فوتوغرافي، وادي حاجات تانية كتيرة بقى. يعني المكان ده شكله قديم قوي. ادي بقى شغل اهو التران وكده، ادي حاجات تانية وهكذا. طبعا الصور طويل قوي، في صور كتيرة. دي ده الستيج او الاستاد، يعني ادي هناك اهو موجود التران تقريبا، يعني انا مش عارف بالظبط يا جماعة، مش عارف بالظبط، فبحاول اساعدكم. هناك موجود، هناك في النص هنا موجود بيبيعوا حاجات للكاوبويز، بيبيعوا الهات بتاعت الكاوبوي، برضه شوية حاجات لطيفة هنا. انا هشتغل النهاردة اسمه ايه ده، باركينج، اساعد الناس تعمل بارك. فهيبقى وقت لطيف، هوريكم الشكل بتاع المكان، هوريكم الشغل بتاعي النهارده وبكره. يعني مش عارف ليه، بس انا قررت احلب الفولنتير اللي انا هعمله، يعني اطلع فائدته يعني واصور كل حاجه. ان شاء الله يبقى حاجه جميله، وايه الواحد يستمتع بوقته وفي نفس الوقت يعمل حاجه بيساعد فيها الكوميونتي اللي هو عايش فيها. الواحد حاليا لابس هدوم السايس، انا كده سايس يعني، انا صح. Also park right next to that red truck means leave a spot between it. It's good. Yeah. ده زميلي اللي شغالين مع بعض، وبرده ورايا واحد اللي انا ساكن معاها اللي هي نيفا، وده البص بتاع اللي لابس اصفر هناك نوعا ما شويه ده، واحنا حاليا بنشتغل. ف الشغل ان شاء الله يبقى لطيف. انا بدات افهم شويه ابقى سايس، ممكن لما ارجع مصر ابقى خبره في الموضوع، فان شاء الله الموضوع يبقى لطيف. المكان طبعا واسع جدا جدا جدا، باركنج لوت من اكبر الباركنج لوتس اللي انا شفتها في حياتي، يعني في اكبر من كده متاكد بتوع الاستادات، بس ده كبير كفايه، ده كبير كفايه. الدنيا شغاله، شويه عربيات، وادي شغل يعني ابتدى. think a little bit more. Yeah, that's good. كده بنساعد الناس يركنوا، وإن شاء الله في أكل كمان عندنا جوه، فالدنيا تبقى زي الفل. ما خلصنا،
الباركينج، الباركينج كله مليان على اخره بره. زي ما انت سامعين كده الناس محيصين على الاخر. هوريكم الدنيا شكلها جوه اسف بره ايه. دلوقتي بقى تقريبا هنرجع عشان هنبدا نطلع الناس. دور بيلعبوه والعيال بيتصوروا معاه. ده بريك صغير تقريبا كده
ماشي وبعديها يبدأ يرجعوا تاني. دي منطقة الهانديكاب يعني اللي عندهم إعاقة. هذه رجعة تاني. كان الصراحة جميل يعني اكسبيرينس مختلفة عن الحاجات اللي عندي طبعا في مصر، فحاجة جميلة الواحد بقى يريح شوية والجو يريح كده. الأوضة بتاعتنا قاعدين في الأوضة بتاعتنا فالواحد يريح شوية.